مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع. نحيي كل المشتركين تاعي، سواء نساء او رجال. واللي مازال ما اشتركش في قناتي نتمنى، يعني اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم متتبعين قناه الطرز التقليدي. نشكركم يعني على دعمكم ليا، ونتمنى يعني اللي هو يشوف فيا اول مره يعني يشترك عندي ويفعل الجرس ويدير لايك وكومونتير. احنا اليوم الفيديو تاع اليوم راح نوريكم طريقه تاع التعمار تاع لي فلور، طريقه سهله وبسيطه. نتمنى يعني تشوفوا الفيديو معايا حتى الاخير، يعني وما تنسونيش باشتراك ولايك وكومونتير. نبداو على بركه الله. بسم الله. طريقة البسيطة،
نيرو يعني هنا طريقه تاع التعمر تاع لافلوغ، الطريقه تاع التعمر بزوج الوان. يعني هنا درت الغاز، درت الباسي بلا، يعني دوك راح تشوفوا معايا الطريقه تاع التعمر بالبلون. يعني طريقة سهلة وجميلة. شوف كيفاش تجي. يعني نتمنى يعني تعجبكم الطريقه. لا عجبتكم ديروا لي جيم لا فيديو واعطوني رايكم في كومونتير. يعني نتمنى تعجبكم الطريقة. باك هنا نكملو بالغاز.
فلاغ كيفاش خرجت. دوك حنا نكملو لي فاي. دوك احبائي راح نعملو لي فاي هنا، يعني نقول لكم حاجه يعني لازم تعرفوها، يعني حنا كي نكونو نعمرو يعني نعمرنا بالبلون والغاز لازم دائما نبداو باللون يعني يعني الغاز من بعد باش نبداو نديرو البلون. يعني الالوان الفاتحه دائما نديروها لداخل. يعني كما كنت تشوفوا طريقة سهلة، والخيط الحريري يعني لازم نطولوا بالنا معاه. نزيد نكملو هاد لافاي. بعد ما عمرنا لي فاي تاعنا بالاخضر راح نديرو بالابيض. شوفوا طريقة سهلة. بعدها راح نكملوا بالأخضر.
طريقه سهله جد سهله ومبسطه. يعني نتمنى يعني الفيديو يعجبكم. الفليغ تاعنا كيفاش خرجت، نتمنى يعني الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش يا اخواني لاول مره تتابعوني، ما تنسونيش باشتراك ولايك الفيديو، والى الملتقى ان شاء الله، وشكرا لكم على تتبعكم.